تصدرت الباقة البرامجية الرمضانية التي أنتجتها وتبثها قناة الرابعة منصات التواصل الاجتماعي، فيما تربع الملياردير على قمة البرامج الترفيهية الأكثر مشاهدة على المستوى العربي. هذا التصدر رصدته زميلة هبة عقاد في هذا التقرير. أهلا ومرحبا بكم في برنامج الملياردير على شاشة الرابعة. جورج إرداحي والملياردير يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون بملايين المشاهدات، وباقة البرامج الرمضانية التي تعرض يوميا على قناة الرابعة سيما منها القصر وأمرلي، هذا على مستوى المشاهد العراقي. أما على مستوى المشاهد العربي، فما هو صدى برنامج الملياردير في بيروت وكيف يتلقاه المشاهد اللبناني؟ تعليقي هيدا معروف، استاذ لا يوصف الاستاذ قرداحي، انا بعتبره هيدا امثوله للاعلام وللناس الراقيه بالثقافه العامه، يعني لا يعلى عليه انسان. برايك هيدا البرنامج بيصير عتيق او بيبطل او؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس، هو شو اي خطوه بيقوم فيها يعتبر ناجحه. برامج الاستاذ جورج قرداحي برامج مشوقه ومسليه، وبعدين فيها نوع من العقلانية لأنه اليوم نحن مجتمعنا بحاجة للعقل. طب شو العلامة اللي بيتركها براسكم هيدا البرنامج؟ جورج إرداحي بيترك علامة اللي هي حقيقة. في شيء اسمه حقيقة بالدنيا، يعني في ضرورة لمثل هيدي البرامج؟ ضرورة هيدي. شوفي اليوم نحن بوقت وقت توعية، مفروض نوعي يعني الشباب، نوعيهم انه في قدامكم مستقبل، وبالذات انه في استاذ جورج انا كثير بحبه وبحترمه. بس قد ايه نحن بحاجه اليوم لهيك نوع من البرامج؟ مزبوط، كثير شيء مهم هيدا قصص التوعيه وهي القصص، يعني كثير شيء مهم عن جد. شو بتقولوا لقناه الرابعه العراقيه الفضائيه اللي عم تهتم بهيك نوع من البرامج وعم تعرض؟ الله يقويها والله يقدرها وتتابع وتزيد كل شيء، يعني في ثقافه. إذن من حيث المقدم، فالإعلامي جورج إرداحي أشهر من أن يعرف، وما نسأل أحدا عنه إلا ويتحدث بالسياسة والمستوى العالي من الرقي والثقافة. أما من حيث المضمون فهو يجذب كل الفئات العمرية بما فيها الشباب. نحن طبعا بحاجة للثقافة اللي عنده إياها والمعلومات اللي بيعطينا إياها بتفيدنا لقدام كتير. هلا انا بالاجمال ما بقدر احضر على التلفزيون كدوام جامعه وشغل، بس بمر قدامي سكتشات على السوشيال ميديا فبحضر له. طبعا بتشدك هيك سكتش؟ طبعا طبعا، كل شيء ثقافه بهمني الموضوع يعني. ولتعرف مدى اهتمام المشاهد اللبناني بمتابعه هذا النوع من البرامج، ما نصادف احدا الا ويسال كيف بالامكان ان نتابع الملياردير على الرابعه؟ الجواب هو متوفر لمن يشترك بالساتلايت وأيضا من خلال الريسيفر على التردد المذكور على الإعلانات وأيضا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وبذلك تكون قناة الرابعة قد بنت جسرا ثقافيا ما بين بيروت وبغداد والعالم العربي، وأوجدت مساحة مشتركة تجذب كل الفئات المجتمعية حتى أنها تتماشى مع عصر السوشيال ميديا، فهكذا مضمون لا يموت. ومن الملياردير كل التمنيات بأن يعم الاستقرار والبحبوحة على عالمنا العربي. من بيروت هبة عياد، قناة الرابعة.